انا دلوقتي قلعت دي النقاب وقلعتها الحجاب. انت ما تقلعهاش. معلش واحده واحده، انا معاك اهو. تقلعها ليه؟ معاك كل النساء كلها. انا يا سيدي حجبهم ان هم يقلعوا الحجاب ويقلعوا النقاب. انا يا سيدي اسمعني بس للاخر، اسمعني للاخر. مجتمعيا هنستفاد ايه؟ ايوه بالظبط، بالذات الحجاب. ايه مجتمعيا؟ ملوش اي نوع من انواع على فكره، عشان انت مش قادر تجاوب. ارغم انا ما قلتش ارغام، ارغم انا قلت لك افتراضا دلوقتي، انا قلت لك افتراضا دلوقتي النساء كلها قلعت الحجاب، هيفرق ايه مجتمعيا؟ لان انت كل شويه تتكلم بتقول مجتمعيا. انت اللي عايز تفرض الحجاب. انا ما اتكلمتش على فرض دلوقتي، انا ما اتكلمتش. انا سالتك سؤال ذكي وانت بتتهرب منه. لا ما هوش ذكي خالص. لا والله ذكي. انا دلوقتي بقول لك انا مجتمعيا، انا بتكلم بمجتمعيا دلوقتي. المراه كلها، كل النساء اللي في مصر كلهم قالوا الحجاب. طب انت لو حبست إيه استفدنا كل، ايه لو حبست كل يا سيدي استفدنا ايه مجتمعيا؟ ما تردش السؤال بسؤال. لو حبست كل، انا دلوقتي سؤال بسيط، سؤال بسيط زي ما انتوا عايزين، سؤال بسيط، سؤال بسيط. هتستفيد. انا دلوقتي لو النساء كلها في مصر قلعت الحجاب، ايه اللي هنستفاده مجتمعيا؟ ده سؤال لا علاقه، لا قيمه له. يبقى تخرس بقى وخلاص. اخرس انت اللي تخرس. بجد والله انت اللي تخرس. لا خلاص بقى، انت اللي تخرس فعلا. ما مش عارف انت اللي تخرس. انت عمال تقول لي مجتمعيا، مجتمعك بيقفل. انت عامل نفسك حسستني على فكره. انت محسستني وبعدين تغلط. انت محسستني، انت محسستني على فكره، محسستني ان انت مثلا مع المره كلها حجاب. مين انت؟ انت مين؟ وليد اسماعيل.